قلب اللحمة رح يستوي، لا تحرق اللحم اللي بحبها. مرحبا. أهلين، أنتوا جوعانين شي لخليهم يحضروا لكم شي تاكلوا؟ مو قدرانين نحط لقمة بتمنا بابا. ما عم تقدروا تلاقوا لها عمر؟ لا، ما ضل مكان ما دورنا فيه. شو صار مع ميلاد؟ لسه لهلا عم يدور. بتعرف كنت عم أقول لحالي، يا ترى معقول يكون عمر سافر لبرات البلد؟ شو رأيك؟ سألتني شو رأيي؟ أنا برأيي إنه صار لازم تترك هاي القصة لحدا غيرك. يا بابا، لازم أنا لاقي هداك الحقير وحاسبه على كل شي عمله بابا. الخد الأحمر. أمرك. هاي القصة صارت عندي، أنت اطلع برا الموضوع. يلي بدك يا بصير يا بابا، بس أنا صار وجهي أسود كتير قدامك. ما في داعي تعبس هيك بوشك. تعال لعندي، تعال تعال قرب لعندي، قرب. افتح تمك، افتح. وانت كمان قرب. يسلم. خلينا نحن كمان ندور على اللي اسمه عمر. أخي، جلال والخد الأحمر جوا، وكمان الزلم اللي شفناه معهم يوم المشكلة. حلو حلو، لكن خلونا نبلش. معلم، بشو بدنا نبلش؟ منبلش بالماضي والمستقبل، أما الحاضر فقلنا وبس. هن الثلاثة هلأ سوا، هاي فرصة ما بتتفوت أبداً. شو هالحكي هاد؟ قصدك بدك يانا نقتل جلال بياع الكباب بقلب محله يعني؟ ليش في طريقة تانية يا زكي؟ يا رح يقتلوني يا أنا بقتلون. أنا فهمان عليك، بس بركي قتلونا لما نفوت. شو نسيت إنه هو الملك؟ أنت تعال معي هلأ وبس، وتعلم كيف بيدفنوا الملك. خلينا نستنى لتعتم الدنيا شوي. جلال! يا حقير، مين مفكر حالك انت؟ الشباب هلأ بيخبروك. كيف هيك عملت اخي؟ انت اعطيني المسدس. انتوا اطلعوا لبرا، يلا. انتوا كمان اطلعوا. اليوم رح تطبخ لحالك ورح تاكل لحالك. تعا يا اختيار، تعا تعا. هلا بتكون عم تقول بينك وبين حالك يا ريت تصالحنا لما انتشر الخبر. ليك يا ختيار، هاي الرصاصة رح ازرعها براسك زرع. انا رح اوصك، رح اقتلك ورح يكتبوا عني. عمر، تعرف انه رح تندم بعد شوي ورح تقول بينك وبين حالك. يا ريتني ما تماديت معهم لهالدرجة. لسه في قدامك شغلات لازم تتعلمها يا ابن اخي. لا، شو صار؟ أنا هلأ رح أوضح لك شو اللي صار باختصار يا ابني.
نحن بنخلي الزلمة يجي لعنا بكامل إرادته وقواه العقلية شوي 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 وبدون أي عجلة. عملتوا مثل المطلوب منكم بالضبط والأمور صارت كلها تمام. برافو عليكم يا أولادي، برافو عليكم. فيكم تطلبوا مني أي شيء بدكم إياه وتكرم عيونكم. نزلوا لسلاحك، يلا نزلوا. شو ما سمعتوا؟ لا نزل السلاح. ولا شو عم يصير؟ ابني بلال خود هدول وجيب لي هديك لهون فورا. هلا راح اقتلك على مهلي وانا عم اضربك بهي يا عمر. وللأسف التاريخ ما رح يكتب اسمك. أعطيني هداك الكرسي لشوف يا ابني. تمام، يمكن رح يجي يوم يصير فيك الشباب الحارة. شو كان اسمه بلال؟ بلياردو بابا. برافو، وهن قاعدين عم يستنوا دورهم بالبلياردو، بس ليمضوا الوقت كيف ما كان رح يحكوا بينهم وبين حالهم ويقولوا. تعرف شو رح يقولوا؟ رح يقولوا جلال بياع الكباب قتل زلمة بجهاز هرس اللحم، حتى اسمك ما رح يعرف يقولوا. ايه يعني ما في حدا رح يذكر اسمك يا غبي. يلا يا شباب لبرا، طلعوا كلكم لبرا لأنه صار لازم نحكي على انفراد. هذا هو المكان اللي بتواجد فيه الزلمة اللي حكينا عنه. بفهم هون هدفنا جلال بياع الكباب. أنا بنام وبفيق مع هذا الزلمة من سنين طويلة، لهيك حبيت خليك تشوفه بعيونك وتعرفه منيح. شو في؟ تعال تعال عجل. امشي معي ولا تحكي. بابا جلال بترجاك، بابا انا بعتذر منك بترجاك. الخد الاحمر سكر الباب. انت بتنبهر بابا. بابا بابا جلال. جلال في شيء؟ شو اللي عم بيصير؟ اوه حضرة المدير اهلا وسهلا فيك، شرفتنا بهالمطعم المتواضع. قلت لك شو عم يصير هون يا جلال. هو بيحكي لك. شو صاير؟ ما في شيء، كنا عم نحكي بالشغل وبس. فيك تشرح لي شو هو الشغل اللي تركه على ركبك لتحكي فيه؟ عليه ديون بالسوق، كان عم يترجى لبابا يساعده ويوقف معه، صح كلامي؟ ايه بالضبط هيك. ليك خليني اعرفك على مدير فرع التنظيم المعروف كتير. ايه بس لحظة، انتو اتنين بتعرفوا بعض صح ولا لا؟ هلا صار مثل ما قلت لك ورجعت لأصلك، انت هيك صرت بتشبه حالك. انت ما بيحق لك تحكي ولا كلمه، دموع امي شاهده على وساختك. انتبه منيح على الكلام اللي عم تقوله. انت لا تتدخل ابدا. شو بفهم انه ممكن تطوس علي؟ اسمعني، انا لحد هذا اليوم ما اذيت اي حدا منكم، ولما اوس على حدا تاكد انه بيكون بيستاهل. واسال معلمك. حضرة المدير اللي شو بدك من هذا الشاب؟ دمرت له حياته ما بكفي يعني؟
طلعت مو مدمر له حياته على الفاضي. شوف هاي أجل عندك بأول فرصة صحت له، على الأغلب ما أجل هون ليأكل كباب. شو رح يصير؟ رح تفصلني كمان من هون حضرة المدير؟ أوه معقول لسه ما تعلمت لهلأ كيف بينحكى مع الرئيس ومع الشرطي؟ تعال معنا نعطيك درس، وانت تعال معنا، يمكن في شغلات ما قدرت تقولها هون صح؟ تحكيها لما نكون على انفراد. اي حضرة المدير، بروح معكم بروح معكم. وهلأ شو بدك تعمل؟ اسمعوني منيح انتو الكل ليكون عبرة. كرم يلماس صاحب المركز الأول بأكاديمية الشرطة عم يشتغل مع المافيا. رح تضل هون ليرجع عقلك لراسك، وإذا ما رجع وقتا نحن منعرف شغلنا معك. بس كنت عم بسأل حالي، واحد بوساختك كيف بيقدر ينام بالليل؟ أخذوا على الحبس خالتي فتون. يا ربي ساعدنا، اللي ابني مجد هن ليش أخذوا كرم على الحبس؟ مجد رجع لشغلك. حضرة المدير بترجاك، شو عم بيصير هون؟ شو عم يصير يعني؟ أنت ما عم تعرفي تربي، كل عيلتك صارت مصيبة. يا طيب اللي شو القصة؟ شو عمل هالمرة؟ كرم ما إله علاقة، ولو سمحت لازم يطلع من السجن، ما بيحق لكم تتعاملوا معه بهالطريقة. مين انت يا بنتي؟ انا محامية كرم. قلتي محاميته؟ حضرتها محامية للمافيا باعتبارها مهتمة بقضايا جلال بياع الكباب. انا بدي اشوف موكلي هلا اذا خلصتوا استجوابه حضرة الشرطي. انا مو شرطي، محقق يا حلوة. عفوا روح طلعوا من الحبس، خليهم يعملوا يلي بدهم اياه، بس المهم انهم يبعدوا عني. افتح لي هالباب يا ابني. طلعوك. عن جد مسكيني أمك، عم تعاني بسببك. ابني ابني انت منيح؟ منيح أمي، ما فيني شي. شو هالشغلات اللي عم تفوت فيها يا ابني؟ ما في شي بيخوف، لا تخافي علي على الفاضي. شو على الفاضي؟ رح ضل عم بستناك عباب السجن كل يوم والتاني؟ انت هيك عم تظلم حالك وتظلمنا. طيب يلا امشي نروح على البيت وبنحكي هنيك. كرم لا تطلع فيني هيك، ما رح اتركك ابدا، لا تنسى مفهوم؟ يلا. طيب يلا خلينا نروح. فينا نحكي شوي؟ ايه طبعا، روحوا على السيارة وهلا بلحقكم. وهي طلعت. شكرا. لأن بابا جلال بعتني لعندك. مشكور. تعرف بعتني المرة الماضية، بس هاي المرة في فرق. شو قصدك؟ قال ما رح خلي يوسف يمسك كرم، روحي طلعي. كمان كان بده اياك تعرف شغلة، انك ابنه من هاي اللحظة اذا بدك. هو ما بيقول هاي الجملة لحدا بسهولة. طيب شكرا. خليتهم يجيبوا لك السيارة اللي صلحتها، شوفها.
عمر، أنا رح أتركك، بس بالأول حابب إني أقدم لك عرض صغير. اسمع، في مشكلة واضحة بينك وبين جلال، واضح عندك مشكلة معه. قل لي كل الأمور اللي بتعرفها عن اللي اسمه جلال وأنا رح أحميك منه، ماشي؟ حضرتك مبين معك شيء إنه أنا شكلي واحد عديم الشرف؟ أنت مفكر إنه الشرف رح يخليك تعيش بعد ما تطلع من هذا الباب؟ ليك أنا بعطيك الضمانة رح نحميك، ما حدا رح يلمس شعرة منك، بس أنت كمان. بس أنا كمان رح أحكي لكم عن جلال، صح؟ مستحيل، ما عندي شيء أقوله. مع السلامة يا بطل. اللي بيوقع حاله ما بيبكي. أنا إذا ما بدك مني شي فبدي. مجد استناني دقيقتين، عنا شغل. أمرك. ما جبنا الخبز، نسينا الخبز كمان، يلا رح روح جيبه. يسلموا هالإيدين، الأكل بياخد العقل. فيها العافية. ليش ما عم تاكل ابني؟ أكيد بيكون أكل برا. ألو. ألو. نعم. نعم. ماشي. ماشي، بعرف المكان. بدي لأوصل نص ساعة. شو في يا روحي؟ نص ساعة وراجع. ما رح أتركك تروح. أمي لازم روح. لا، لا تطلب مني هالشي، ما رح أتركك تروح. خلصنا أمي، إذا وافقتي أو لا أنا لازم روح. طيب كرم روح، بس على الأقل مو اليوم، بلا ما تنزعلنا مرأنا. أنتي لا تتدخلي بعدي أمي. لك شو بكون، خلصوني بقى. عم تطلع مثل أبوك بالضبط هلأ ابني. يلا حكيلي، احكي لي يا ابني شو اللي عم بيصير معك هلا. ما في شيء، عندي شغل ولازم روح.
بس هذا مو شغلك وهذا مو انت. قلت لك لا تتدخلي، مفهوم؟ تركي روح اعمل شو ما بدك. يلا روح ابني بالتوفيق. أساساً أنا تعودت على الغياب. أنت وغيرك. يلا روح خلصني. يلا أنت فيك تروح وين ما بدك. ما عم تسمع؟ يلا روح امشي. يلا روح. أمي خالتي فتو تعالي امشي نطلع لفوق ولا تقلقي رح يرجع. حضرة المدير؟ بابا جلال بطلي ابني حبيبي. بيوم حفلة التخرج
فكرتك رح تقوص علي عن جد يا كرم. أنا بالغت شوي لحتى أقنع كل الموجودين. مستحيل، ما رح مرق لك ياها. كرم استنى، نحن لسه ما خلصنا حكي. انت الشاب اللي عم دور عليه، رح اقدم لك عرض كتير حلو. رح فوتك بعصابة جلال دومان ورح اصير عميل سري للشرطة. وكيف رح تقدر تعمل هيك؟ نحن منعرف كل شيء عن جلال دومان وعن شغله من فترة طويلة، بس ما عم نقدر نمسكه لأنكم ما عم تقدروا تخترقوا عصابته من جوا. انت هو أملنا الوحيد لأنه بيعرف أبوك. وكيف رح أقدر فوت؟ الخطة رح أفصلك من الأكاديمية بحجة ماضي أبوك البشع، وهي الخطة لازم تمرق عليه لجلال. لهيك لازم تسحب سلاحك علي بيوم التخرج. بس هيك رح أنسجن. مزبوط. بالسجن في شاب اسمه حسن الخبل الأحمر، هو زلمته لجلال دومان. رح نحطك معه بنفس الزنزانة. أول شي لازم تكسب ثقته، وبعدين بتكسب ثقة جلال. ما بقدر سيدي. لازم تساوي هيك يا كرم، انت فرصتنا الوحيدة لأنه ما عنا أي طريقة تانية لحتى نقدر نمسكه. بس هون في مشكلة، إنه أنا عندي أم رح تبكي علي. لا، وهي الأم عانت كتير وتعبت علي وعلى دراستي لحتى أوصل اللي وصلت له هلأ. هي عم تستنى اليوم اللي اتخرج فيه وألبس البدلة. كيف بدك يعني ساوي فيها هيك؟ عم ترفض اللي عم بطلبه؟ هذا المجرم هو هدفي، أنا لهيك صرت شرطي، وأنت هلأ عم تكلفني بمهمة إني اشتغل عن جلال دومان. عم تقدم لي إياه على طبق من فضة، يعني هذا حلم إلي. لكن شو المشكلة؟ ما في عندك طريقة تانية؟ بلا، فيك تعمل مثل ما عملت أنا، تكافح مشان شغلك وتعطيك كل شيء لعشرين سنة وبالأخير ما تطلع بنتيجة. القرار هلأ بإيدك. أنت نجحت بأهم وأكبر مهمة بتاريخ الشرطة والمافيا. لو شفت هداك اليوم قالت لي إنه أنا ما عاد أعرفك. نظرة عيونك صايرة مثل أبوك، ومع هيك ما قدرت إلا مو مثل مالك مفكرة أمي. ابنك أبدا مو سيء. ما منقدر نوفيك حقك، عم تمشي على النار برجليك فداء لقضية بتخص بلدك وناسك. أنا ما عندي مشكلة بهالشي أساسا، أنا من زمان كتير النار حرقت لي قلبي. ما في شي بيخوفني بنوب، متأكد إنه رح يجي يوم ونخلص. جلال دومان واحد واطي، وأنا بوعدك إنه خليه عض أصابعه من الندم. رح نخليه يفكر إنه نحن ناس فاشلين، عادي مو مشكلة، يعني خليه يفكرنا خواريف ماشية وراه. وهون ببلش دورك، ساعتها أنت لازم تحاول تخليه يحبك مثل أولاده وأكثر كمان، لدرجة إنه ما يقدر يأكل ويشرب إلا معك. وبهي الطريقة هو رح يأمن لك على كل أسرار شغله وعلى كل شيء بيملكه بهاللحظة بالذات. كرم أنا متأكد رقبته رح تكون بين إيديك. يلا احكي لي لشوف يا كرم، أنت صار جوا؟ ايه صرت جوا. عمر اموره تمام؟ تمام، لا تخاف. وهلا عم نستنى جلال ليعلق بالشبكه مثل السمكه بالضبط. ♪